جميلة. كيف الحال؟ اليوم أول يوم مدارس، هذا الشيء يعني زحمة. سامعين الزمامير؟ يا سلام. فعادة يفضل بأيام مثل هيك الواحد يروح على الشغل أبكر ب 15-20 minutes، لأن الأبهات بيكونوا شوي مش متعودين أو نسيانين. أصول التنكيد على العالم، وكمان الله يكون بعون الطلاب اللي صار لهم 60 سنة معودين يسهروا لآخر الليل واليوم بدهم يصحوا الساعة 6 الصبح. أنا كل ويكند بتصير معي هالحركة، وبحس بس أصحى بشعور أهل الكهف. إيش اللي وين نحن؟ أعتقد هذا الجاكيت آخر مرة انغسل فيها كانت مش 4 سنين، يعني لما انشرى. Let's go. عمورة. ايوه. بنروح على السوبر ماركت بنجيب برجر وريش ونيجي لعندك وبنعملهم؟ ايه ما في مشكلة، كمان بدنا. والله شكلك مانك متحمس على الموضوع كله. رح اعمل لك تمثيلية حياة الفهد، ليش ما بدنا ناكل؟ I talk to a lot of people about the fact انه ليش ما بتعملوا الشيء اللي بتحبوه؟ كله بيجاوب نفس الجواب. ناطر الوحي، ناطر الموتيفيشن، ناطر حدا يشجعني، ناطر 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 ناطر. يعني اكيد الا ما يكون في جانب حقيقي للموضوع. مو كل العالم فيها تحمس حالها بحالها، مو كل العالم تتحمس لفكرتها، مو كل العالم فيها تعمل اللي بدها اياه، لانه عن جد في ناس بدها زقه دفشه. هذا الشيء بذكرني بالزمانات بصبيه كنت اعرفها اسمها ماريا. ماريا كانت اسمها الميوز الموسيقي تبع حسان. الميوز اللي هو الكائن الحي اللي بس بسبب وجوده في محيطك تنفعل وبتتحمس وبتفوت الكرياتيفيتي فيك، بتضرب اضراب مضربه. اكبسه. سو هذه الميوز اختفت من حياتي، بطل الابداع الموسيقي. هلا في كثير عالم حسان يعني انا لما اجي ما فيك تكتب شعر. لا حياتي، انت الموج، انت السماء، انت الشجر، انت القمر، انت صراصير الليل. خلينا نرجع للموضوع. نضيع الجاكيت. سيارة. وين كنا؟ ايه. فحاجة الانسان للمحفز هو شيء واقعي، ولكن بما انك عرفت انك محتاج لمحفز فهذا your job aka it is your responsibility، صارت من مسؤولياتك البحث عن ما يشجعك ويحفزك للوصول الى ما تريد. Does it make sense؟ وعلى فكرة التحميس مش ضروري بصر. بصر ضروري انه يجي بس من بشر. ممكن انك تضيع وقت، هذا الشيء حمسك اكثر. رايت براذر، God bless you man. God bless you. ممكن سماعك لاغنيه، ممكن حضورك لفيلم، ممكن حتى تطلع بصحن السلطه ويجيك لحظه جوهريه تتحول فيها. انا عن جد عم بحكي، اقسم بالله مش عم بمزح. ما عمرك صفنت بفجله ولا بعصفور ولا بطياره واجتك افكار غريبه عجيبه، وبسبب هذه الافكار تحركت؟ هذا اسمه الدافع اللي بحرك. هذا الشيء عرفه وكثر منه، لانه هذا الشيء اللي بدك اياه عشان تتحرك. اللي بيفرق البروفيشنال بيبل عن المش بروفيشنال بيبل، البروفيشنال بيبل بيعرفوا يبرمجوا حالهم ليضل الدافع عندهم شغال، مو برمجين. النون بروفيشنال بيبل بينطروا الوحي. مانو بالبيت؟ شكله مانو بالبيت. عمورة انت بالبيت؟ هلا خلينا ناكل برجر بعدين نكمل فزلك. ايه. سيدة سادة نقدم لكم الفلوجر العالمي عمورة. وين الاكل؟ اوه القصة كلها بالطيران. عم نخطط انا وعمورة على قصة الرحلة اللي رح تكون الأسبوع الجاي، بجوز الأسبوع الجاي، وفي مقولة أخرى اللي بعد بعده. لا اللي بعده. لا الأسبوع الجاي، بس مش بأول الأسبوع، بقى نص الأسبوع. احنا عملناها 5 أيام، نلحق. اوكي. يا؟ يا. عمورة. إلى اللقاء، صباح الخير. بكرة أحلى. كبسة.